بيقول ما معنى اللواتي هن بالحقيقة أرامل؟ إكرام الأرامل، الأرامل في لغة الرسالة بتاعت تيموساوس الأولى مش مقصود بها أي أرملة جوزها مات، لا، هي رتبة اسمها رتبة الأرامل، أرملة ليها مواصفات وصفها القديس بولس، تكون عدت 60 واتجوزت مرة واحدة وخادمة قديمة، غسلت رجلين القديسين، أضافت الغرباء، ربت العيال، ملهاش أي عائد مادي تاني، أولادها مش موجودين عشان يصرفوا عليها. مثل هذه الأرملة تبقى خادمة في الكنيسة وتبقى الكنيسة مسؤولة عنها حتى في مصاريفها. فهنا بالحقيقة أرملة يعني إيه؟ دي في رتبة الأرامل بجد، مش مجرد واحدة ست فقدت جوزها، لا، عشان كده قال في نفس المكان ده قال الولاد يراعوا أمهاتهم والأحفاد يكرموا جداتهم وما يبقوش عبء على الكنيسة. إنما الأرملة اللي حياتها كلها خدمة وملهاش حد تاني يصرف عليها، الكنيسة تتولاها لأنها هي بتخدم الكنيسة والكنيسة بتخدمها. فهنا الكلام كان عن رتبة الأرامل، مش لمجرد اعتبار أنها أرملة لمجرد فقدانها لزوجها، وده ترتيب كنسي واضح بعد ما شرح فكرة الأسقفية والكهنوت وفكرة الشماسية، اتكلم أيضا عن رتبة الأرامل واختيار وتعيين الأرملة ووظيفتها ورسالتها في الكنيسة ومسؤولية الكنيسة عليهم.